أهلا بكم. توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا. وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقال على حسابه في الفيسبوك: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، لم تحب أن تفارق حبيبها وراحت إليه إلى الجنة، إن لله وإن إليه راجعون. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما. ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل 2021 وكانت تعاني من تلف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما كانت تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي فيروس كورونا. وكان الفنان الراحل سمير غانم قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاما في شهر ماي 2021. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.